السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسعد الله مساكم بالخير والسعادة. حبيت أمسي عليكم وأعيشكم بعض اللحظات الجميلة والأجواء الطيبة. عاد عارفين شو بنسوي صح؟ لا براد. أصلاً البانكيك مصدوم، يقول أنا قبل لا أستوي بالدنيا تصورت، يعني قاعد يتصور بكل المراحل الفقير. البانكيك مصدوم، يقول من كل صوب كاميرات صرت مشهور. أي والله هذا حالنا هالأيام، عيشتنا كلها تصوير بتصوير، أكلنا يروح في بطون الناس قبل الله يروح في بطوننا. الله المستعان، الله يهدينا ويصلحنا يا رب العالمين. أهم شيء أنا صايمة تراني، فدعواكم طبعاً صوماً مقبولاً وإفطاراً شهياً. عاد بعطيكم طريقة سريعة لإعداد مكبوس أو مثل ما يسمونه كبسة بنكهة هندية، وبطريقة سريعة جدا. طبعا أول شيء نحط زيت، عقب نحمر البصل، والبصل من يستوي لونه ذهبي نحط فيه فص ثوم، ونحط فيه لومي يابس، ونحط فيه ورق الغار، ونحمرهم مع بعض. وبنفس الوقت قبل لا نسوي هذه الخطوات كلها نتبل اللحم أو الدجاج. وهذا اللحم، وطبعا البهارات اللي نسويها كركم وفلفل احمر والقرم مسالة، والقرم مسالة هو عبارة عن هال وقرفة ومسمار مطحون. فنتبلها ونخليها قبل لا نحن اصلا نركب البصل على الغاز، يعني نخليه يتبل وياخذ البهارات. والحين نرجع لقدرنا، وبعد ما يتحمر البصل نحط عليه اللحم. نقدر نحط اللحم ونقدر نحط الطماط، فأنا بسوي الطماط قبل عسبت أبقى أهرس الطماط عقب بضيف اللحم. أوكي، تقدر أنت تضيف اللحم قبل وعقب تحط الطماط، وفي مجال بعد تحط الطماط عساس تهرسوا الطماط عقب تسوي اللحم. وضفت الطماط وبضيف شوية فلفل أخضر عويدات. طبعا مثل ما تعرفوا الاكل الهندي لازم يكون سبايس، ونحن طبعا العرق ما شاء الله تبارك الرحمن بدون فلفل ما نعيش. نخلي الطماطم ينهرس، واللي حاب يسوي صلصل يقدر يسوي صلصل، واللي ما حاب الصلصل عادي ترى مش شيء ضروري. الصلصل نكهه ولون، فاللي ما حابين اللون والنكهه يكتفي بالطماطم. ونحط شويه كزبره اللي هو الكوتمير، بالهندي يسموه كوتمير ونحن بالعربي نسميه كزبره. طبعا قليل جدا، ما تسوي وايد، خلوا الكميه حق اللحم حق عقب اللمسات النهائيه. وانا افضل دائما باللحم، لان اللحم هو اللي ياخذ نكهه البهار او الكزبره او النعناع واتسترا. ومثل ما تعرفوا الاوليين ما كانوا يسووا باكلهم شيء اسمه صلصل، الصلصل شيء دخيل. عاد الحين بنضيف اللحم. طحن اللحم المتبل. عاد احنا ما نسوي بهارات الا باللحم، بالصالونه نفسها ما نسوي بهارات لان اوريدي خلاص احنا مسويين باللحم. والحين نخلي اللحم يطلع البهارات، يطلع الزيت اللي فيه، وعقب نضيف له الماء. عاد الحين نخلي فيه مال 10 دقائق، ونضيف له الجزر اللي حاب يسوي جزر، كوسه، قرنبيط، اي نوع من الخضروات، فليفل اكو وياه. وخلوا 10 دقائق مثل ما خبرتكم، عقب نضيف الماء. عاد نحن الجزر عسبة اليهال صغار، يعني نفسي اللي ما احب الجزر بالاكل. هذا الحين ما تكتب، خلينا 10 دقائق ما شاء الله تحمر شوية، ولاحظ اللحم بدأ يورم ينتفخ يبدأ ينضم. عاد بعدنا نعطيه شوية 5 دقائق ونضيف له الماء.
ريحته طيبة خطيرة عالمية. عسى ان شاء الله يستانس اخواني، من زمان واني ما طبخت لهم فخاطرهم ياكلوا من طباخي. شايفين لون اللحم؟ لون اللحم انتم ما تشموا، لو كانت تشم اتوقع كلكم عشاكم عندي. الحين نضيف الماي قياس العيش، نخلي اللحم ينطبخ ليه ما ينضى، نخلي اللحم ينطبخ ليه ما ينضى يعني 20 دقيقة نص ساعة، خليه ينطبخ ويثور وتلع كبدة من الغليان، عقب نضيف العيش. طبعا ننقع العيش، انا حطيه عيش باسمتي، ونلتقي ان شاء الله عقب صبة العيش ان شاء الله. هذا يكون منسوب الماي بحيث ان اللحم ما يبين نهائيا، شي خليه مثل ما قلنا، والتوفيق يا لحمنا. عاد الحين رجعنا له بعد نص ساعة، ما شاء الله ريحة طيبة. عاد الحين منضيف العيش لما ينضى وينشف ويستوي مكبوس او كبسة، ترى المكبوس والكبسة نفس الشيء، والاولين يسموه مودم، عاد ما في صلصل مودم، ما في صلصل مودم لحم، هذا المكبوس الاولين يسموه مودم. وضفنا العيش، عاد انا ماخذ الباسمة الكبير، عاد بعد شوية ما راح تشوفوه، ما راح تشوفوه هذا الماي. الحين نخليه لما ينضى العيش وينشف بتكون اكلتنا جاهزة ان شاء الله. القريب حياها الله. اذا بقعد، وللعلم يا جماعة ترى انواع العيش لها تأثير في لذة الاكل، فعندكم انواع عيش تكون صغيرة، في تكون كبيرة، الحبة الكبيرة الاكس لارج، لكن بنفس الوقت ترى في انواع من العيش شغلتها انها تمتص المرق، تمتص الماي بسرعة، يعني مثلا في عيش ما ينضى لكن يمتص الماي قبل لا ينضى، والعكس صحيح. فدائما انتم شوفوا العيش النوعية اللي تنضى على نسبة الماي وعلى كمية الماي بدون ما انها تشرب كل الماي قبل لا تنضى. يعني الباسمتي معروف الانواع بشكل عام، اغلب الباسمتي ان على نسبة المياه الماء اللي يعني المرق، على نسبة المرق هي تكبر وتمتص النكهة. اشوفوا منسوب الماي والحبيبات كيف كبرت، اشوفوا الحين ما شغلت 10 دقائق وخلاص بيكون جاهز. نغطي عليه اساس نحافظ على البخار، وبراويكم الحين بعد ما اغرف ان شاء الله. نقول بسم الله، قول ما شاء الله، وتسلم يداي، وبالعافية على اخواني. شو رايكم؟ شي خطير. عاد بعد الطبخة الطيبة والمكبوس اللذيذ يبالنا سخانة هندية، طبعا هذا سخانة هندية حليب وبيدام لوز، وبالعافية.